صباح الخير. اللي يقول ليش دايم تروح الكافيات؟ كوريا كلها كافيات وملابس فاشن. صح ولا لا؟ صادق والله يا شيخ. صادق والله. شين طايفين طايفين يا شباب. والله كل زاوية ما شاء الله في كافي كلها حلوة صراحة. فنستغل وريفية وريفية نفس أجواءنا. سي أول كافي وملابس ولازم نفطر أصلاً فطور. إيه تمشي يعني عادي يعني كرسي. وتمشي في الشوارع كذا فيها ملاهي والشيء بس ما في وقت. شوف عشان ما تلمون نروح كافية صراحة لذيذ مرة ولا لا يا سعيد؟ والله لذيذ اتفق معك. صراحة لذيذ. شوف مقرمشة على ما تشوف سفل مساء الخير يا شباب. انا سعود لحومي. هلا والله. احنا في ستريت فود بس ليفل عالي شوي يعني. ايش بيعون دول؟ والله ما ادري. انت بالربيان يا سعود؟ ادري والله ازعجتنا بالربيان انت. شوف والله ما ادري وش هذا. كل الاكل الموجود هنا ما ادري وش كله. اللهم الفطايه كل شيء زي الكروسان يعني.